هي كانت جايبه القوه دي منين؟ بجد يعني هي لوحدها. انت سأل على نادره ولا نيلي كريم؟ لا لا نادره، نادره مش نيلي كريم يعني. انت وانت بتلبسي الشخصيه نيلي، وانت شخصيه كده صغننه وجميله. بصي ما اعرفش يعني، مش هقول كلام كبير وان انا قعدت احضر يعني فاهمه. هقول لك الحقيقه، انا بالنسبه لي مهم جدا انا بشتغل مع مين. ما دام انا بشتغل مع مخرج واثقه فيه بسيب له نفسي تماما، ولا بروح اتفرج على المونيتور ولا يعني منو عارف انا ماليش دعوه باي حاجه غير ان انا البس الشخصيه خلاص. ما دام يعني ما خفتيش وانت قدام الجبروت ده؟ خفت يعني طبعا. يعني بجد يعني حتى التمثيل قدام استاذ جمال يعني اكيد له هيبه، بس قصدي انك انت كنادره مش خايفه وانت قدام عبد الجبار المرعب ده؟ مرعب. بصي اقول لك حاجه، انا عبد الجبار في مشاهدي معاه كان بيديني قوه اكتر عشان هو قوي، فانا عايزه اطلع عليه اقوى. فاحنا هنا والقوه خدي بالك مش بالزعيق زي ما انت قلتي، ولا هي فيها تكه كده، فهو لما يبص لي بصه ابص له انا كمان بصه. بصتين. بصتين. الامام بالحق، معاه الحق بالظبط. فبناخد من بعض، فده شيء عظيم ان انت تاخدي من فنان كبير واقف قدامك، غير ان استاذ جمال سليمان. بتكلم بقى كمان على عبد الجبار، بيبقى الموضوع مختلف لما الكاست كله يبقى ممثلين رائعين جامدين، يعني كل واحد قادر يشيل مسلسل لوحده، وكلنا نبقى موجودين في مكان واحد. ده يديكي ثقه ويديكي نفس انك انت تعملي مشهدك احسن حاجه، لان كل واحد عايز يعمل احسن ما عنده.